طلاب الصف الرابع. اليوم موضوعنا هو التنوين. الدرس السادس. التنوين هو موضوع مكمل للدرس السابق الذي أخذنا الحركات العربية كما قلنا لكم. اليوم سنأخذ التنوين. إذا ما هو التنوين؟ أو ما هو التنوين؟ ما هو التنوين؟ التنوين هو أو هي حركة إعرابية، حركة إعرابية يلحق بالأسماء. شو معنى حركة إعرابية يلحق بالأسماء؟ يعني دوموهيتو نوفيتي اسم تنوين، بس لقى نوفيتي كان نقول منامش كده قلم علم أو درس. إذا قال نوفيتي قال كوريم نوي، تنوين حركة إعرابية يلحق بالأسماء. مسيرك هنا أو سين نوع التنوين، لدينا ثلاثة أنواع من التنوين. النوع الأول وهو النوع الأول تنوين فتح. تنوين فتح ملوين يقول فتحة شيئا أقول إيك خطة خط واحد، ما قلت ألفة تقابل ألف. الفيري تشيا دخيتا خطان صحكي دخاطا. عم تشبه تنوين فتح، تنوين فتح شد تخوندن شد تخوندن ألف زائد نون. ألف القال نون يتخوندن ألف زائد نون، ألف زائد نون. وكما تقرا قال من، قال من أفخدا. شي نوع التنوين يا ما قلت حق السرخة تبين تنوين فتح تدل خوندن صحكي قال من، قال من شو خوندن ألف زائد نون. يعني هكذا مقولة قال من من اللي ستدل تنوين إذا نسى تنادي نضع تنوين وليس قال من. بيرجين خاطئة يا قال من، تقرأ ألف زائد نون، ألف زائد نون. تنوين كسر، تنوين كسر حاجة دخيل البني بين تشيا تنوين كسر، تنوين كسر، تنوين كسر تشي تنوين كسر، تنوين كسر حركتان تحت الخط ضد حركة بين حرفين أنا أو بين كلمة أنا أم بيجي تنوين كسر شد الخونت يا زائد نون صحكي على مين، على مين شو هالخونت يا زائد نون شينا يا أمي متشدنا دخيت البني. تنوين ضام، تنوين ضام نوع سي وكي قوية بس صحكي بيجي بداري خستيها. تنوين ضام، تنوين ضام، تنوين ضم شو بيش ندك؟ قلمون شو تفهمتك؟ واو زائد نون، واو زائد نون. هذه هي أنواع التنوين. كم نوع لدينا من أنواع التنوين؟ ثلاثة أنواع. ما هي؟ تنوين الفتح خطان فوق الكلمة، وتنوين كسر خطان تحت الكلمة، وتنوين ضم وهو واو يعني لديه حركة تحته نقول تنوين ضم واو زائد نون. هذا هو درسنا لهذا اليوم، كان أنواع التنوين.